عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي معانا. صباح الفل يا دكتور عادل، وايه الاخبار؟ يعني ايه، احنا لسه بنقول يا هادي هوت امبارح، ايه الاخبار وايه اللي انتم حريصين عليه خلال بدء العام الدراسي الجديد؟ باذن الله ان شاء الله. شفت حضراتكم امبارح السيد الوزير عمل جولتين، واحده في عين شمس والاخرى في القاهره، وباذن الله النهارده في جامعه حلوان، وغدا في جامعه المنيا، وبعدها في جامعات اخرى. الهدف من كل ذلك انه السيد الوزير بيؤكد على الانضباط الكامل داخل الجامعات المصريه بدءا من اليوم الاول للدراسه. المفهوم الثاني المهم جدا اللي هيطبق بشكل عملي خلال العام الدراسي هو مجموعه الانشطه والزيارات الميدانيه التي تؤكد وتغرس مفهوم الانتماء لدى شباب الجامعات المصريه. في برنامج زيارات ميدانيه طموح للشباب المصري باذن الله في مختلف الجامعات، في كافه المشروعات القوميه اللي بتنفذها الجهات المتعدده داخل الدوله. هدف من ذلك هو الاطلاع على ما يجري على ارض الواقع، وزيارات للعديد من الجهات، وايضا النقطه الثالثه ممارسه الانشطه المختلفه الرياضيه والثقافيه بكافه روافدها والعلميه. داخل هذه الانشطه ستغرس كل القيم اللي هي بتعزز الانتماء لدى الشباب الجامعي المصري. نعم. المسار الثاني حضراتكم خاص بالمناهج التعليميه وآلية تقديمها للطلاب، وفي هذا الشان تم تشكيل لجنه بالفعل بالتعاون مع لجان القطاع بالمجلس الاعلى للجامعات. الهدف منها هو ضمان حداثه وعصريه المناهج اللي هي بتدرس في كافه الجامعات المصريه، وتحديث المصادر العلميه اللي بيعتمد عليها الطلاب، والاعتماد على الدعم الالكتروني قدر الممكن بشكل متدرج للتقليل من الاعتماد على الكتاب الجامعي، ومزيد من الاعتماد على المصادر الالكترونيه كمرجعيه علميه للطلاب. طيب المشروعات القومية وتنمية الحس القومي والوطني عند الشباب، حابة توقف عند النقطة دي واسأل حضرتك انه ازاي يعني هو هيبقى برامج الطالب هيقوم بيها، يعني خلينا اقول بين قوسين اجبارية ام انه اختيارية، يعني البروجرام هيبقى ماشي ازاي، وايه ابرز المشروعات اللي انتوا هتبقوا حريصين ان هم الشباب يبدأوا بيها ويعرفوها؟ يعني خلي بال حضرتك مش كل شيء اجباري. انا بالعكس لما بننظم زيارة ميدانية متميزة للمشروعات القومية المختلفة اللي هي بتمتد بطول البلاد وعرضها، من المؤكد تنظيم هذه الزيارات على كافة المستويات. هيبقى في تعاون بإذن الله مع كافة الجهات المعنية في هذا الموضوع، الطالب نفسه اللي هيسعى لذلك. النقطة الثانية حضرتك الخاصة بالأنشطة الفنية المتعددة، لنقطة احنا حاطين لها اهتمام كبير جدا في مواكبة التطرف والإرهاب. لما هننظم الأنشطة الفنية، مسابقات متعددة، حفلات فنية، هذه الحفلات الفنية لها أكثر من هدف. الهدف الأول هو اكتشاف المواهب الشابة ورجع الجامعة زي زمان حضرتك، مش مجرد الكتاب ومش مجرد المحاضرات، الأهم من ذلك هو بناء شخصية الطالب الجامعي. لما بيشارك في كل الأنشطة الفنية، لما بنكتشف المواهب، لما بنديله حضرتك فرصة إن هو يقدم حفلة فنية ويقدم مواهبه. خد حضرتك بقى في كل الأنشطة على هذا الأساس بمسابقات متعددة. ولذلك احنا كان التركيز في المجلس الأعلى للجامعات في اجتماعه الماضي يوم الخميس الماضي، الأنشطة تستمر على مدار العام الدراسي، ان ده أكثر وسيلة ممكن نفرغ فيها طاقات الشباب، ممكن نكتشف المواهب، ممكن نقدم لهم الفرصة، ممكن الإعلام طبعا بيسلط الضوء على هذه المواهب، وترجع الجامعة زي دورها التاريخي كتفريخ للشباب المصري وطاقاته ومواهبه في كل مجالات الحياة. هنا الطالب هيحب الجامعة، هنا هترجع الجامعة منارة ثقافية مرة أخرى، هنا هنقدر نواجه التطرف والإرهاب. فالمسألة ليست فقط نشيد وطن وليست فقط تحية العالم، لا، احنا عايزين نقول ان فيه رؤية مهمة جدا هننفذها هذا العام. احنا النشاط الجامعي سيحصل على احقيته من الاهتمام باذن الله خلال العام الدراسي، الجانب الوجداني اللي عنده. صح. وانا بشكرك دكتور عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزاره التعليم العالي، شكرا لك.
عايزين نقول انه مشهد تحيه العلم ده مشهد محترم جدا، يعني فكره انه يبدا العام الدراسي في الجامعات المصريه بتحيه العلم رمز الوطن بيعزز قيمه الانتماء بالفعل. اليومين اللي فاتوا شفنا ناس كده دمها تقيل قوي وناس بايخه على الفيسبوك وشويه تعليقات ملهاش اي لازمه بتحاول تقول احنا كده هنخلي الجامعه عامله زي المدرسه، واللي يقول لك احنا في مدرسه عشان نحيي العلم، بلاش نستهين برمز، بلاش نستهين بالعلم، العلم ده في دول كتيره جدا حاجه مقدسه ورمز مقدس ويجرم من يهين العلم طبعًا على فكره طبعًا. ففكره ان الناس او الشباب اللي بيستخف دمه شويه يقول لك احنا في جامعه وهنحيي العلم، لا نحيي العلم في الجامعه ونحيي العلم بعد الجامعه. ففكره احترام العلم ده من احترامك لوطنك ولمكان انت عايش فيه. فتحيه طبعا للفكره، ويا رب تكون الفكره مش بس تحيه علم، يبقى في فعلا نشاط وتعزيز لقيم الانتماء داخل اسوار الجامعه المصريه.